الإسلام يا أخواني يوصي باحترام العقود وتنفيذ الشروط التي تم الاتفاق عليها، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: المسلمون عند شروطهم. طيب هذا الإنسان الذي يغش في البيع والشراء هل عنده وفاء؟ ليس عنده وفاء، ولذلك قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. طيب الإنسان الذي يفي بوعده فلا يخلفه، أليس من صفات المنافقين إذا وعد أخلف؟ فالإنسان عندما يفي، مثلا يعد إنسان أني سأعمل لك العمل الفلاني في التاريخ الفلاني، أو مثلا أبيع لك السلعة الفلانية في الوقت الفلاني، أو أبني لك مثلا البناء الفلاني في الوقت الفلاني، ثم لا يفي بعهده، فهل هذا غش أم صدق؟ ولذلك الوفاء بالعقود يجب أن تكون وافي أمام الله عز وجل. الوفاء إخواني أن لا ينسى الإنسان من أحسن إليه. إحنا في ناس تعمل لنا معروف في حياتنا، أليس كذلك؟ من الوفاء أنك ما تنسى معروف الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وهو حزين ومهموم بسبب إعراض أهلها عن دعوته، لم يشأ أن يدخل مكة كما غادرها، إنما فضل أن يدخل في جوار بعض رجالها. ما معنى الجوار؟ يعني حماية، لأنه يعني وصل إلى الناس أخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي في الطائف وطرد من الطائف، وأهل مكة يريدون أن يصيدوا أي غلط على الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى من يعني يحميه، فدخل في جوار المطعم بن عدي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في جواره، جميع قبيلة المطعم بن عدي لبسوا الدروع وأخذوا سلاحهم وأعلموا أن محمد صلى الله عليه وسلم في جواره، خلاص الآن في قبيلة تحميه في قوة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحرم وطاف بالكعبة وصلى ركعتين، لم يعترضه أحد. ثم بعد ذلك هاجر وكون دولة. شوف الكلام هذا ترى يعني شو الفارق الزمني الآن بين هذا الحدث لما دخل مكة وهو قادم من الطائف، ثم هجرته، ثم جلوسه إلى مكة في المدينة وكون تلك الدولة. فلما هزم المشركين في بدر ووقع في الأسر عدد لا بأس به، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ شوف الوفاء. قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني، يعني شفع في هؤلاء، لتركتهم إكراما لذلك الرجل. وهذا الحديث البخاري. فانظر إلى وفائه لرجل متوفى، قال: لو كان حي لأكرمتهم وأطلقتهم إذا كان طلبني فيهم. فهذا من أعظم الوفاء. أيضا من الوفاء أن تكتفي مع صاح أصحاب والديك وأحباب والديك، وترى هذا من البر. أحيانا الإنسان يقول: مات والداي فماذا أبرهما به؟ من أعظم البر أن تفي والوفاء لأصحابهم. هذا ابن عمر رضي الله عنه كان يمشي في الصحراء فقابله أعرابي، وكان الأعراب يعني فيهم جلافة وفيهم غلظة، وكانوا يفيدون أحيانا إلى المدينة يطلبون شيء من الصدقة ولا شيء من القوت. فابن عمر لما رأى هذا الأعرابي نزل من دابته ووقف معه وقال: أست فلان أنت؟ أنت فلان بن فلان؟ قال: بلى. فخلع عمامته، شوف الصحابي ابن عمر خلع العمامة وألبسها هذا الرجل، قال: اشتد بها رأسك. ثم نزل من دابته وأعطاه دابته وقال: أركب على هذه الدابة. فتعجب أصحاب ابن عمر وقالوا: يعني إن هذا من الأعراب وهم يرضون بالقليل؟ فقال: لا، أبو هذا كان ودا لعمر، يعني كان حبيبا لأبي عمر رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. فانظر إلى الوفاء. إذا كان هذا صاحب الوالد، أجل كيف الوفاء مع الوالدين؟ لكن من الوفاء معهم الوفاء بحقهما، الوفاء بعدم عقوقهما. أنت ترى كل ما تعمل هو رد جميل لوالديك. أصلا من الذي أوجدك في هذه الحياة؟ من الذي رباك؟ من الذي تعب عليك وشقي عليك حتى أصبحت بهذا الجسم وهذا الطول؟ هم والداك. إذن كل ما تفعله هو رد جميل، والذي لا يفي معهما يقع في أعظم الذنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.
يعني البغي اللي هو الاعتداء على الآخرين وقطيعة الرحم، هل العقوبتين أو الذنبين هذه تعاقب صاحبهما في الدنيا قبل الآخرة؟ وأعظم الرحم الواردان. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، يعني دس أنفه في التراب. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل أهل الجنة. وهذا الحديث رواه مسلم. فالوفاء للوالدين من أعظم الوفاء، ولذلك البر والوفاء مع الوالدين ما هو فقط أنك تبرهم أحياء، حتى بعد مماتهم، يعني حتى بعد، شو سبحان الله العظيم، أنا أتعجب من هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر ثلاث أشياء. شوف علشان يعينك الله يا الإنسان على الوفاء بوالديك، انظر ماذا حملك من العمل. قال الأولى، يعني إذا انقطع الإنسان، اللي ما ينقطع من عمله اللي هي علم ينتفع به أو صدقة جارية، هذه من اللي يعملها؟ اللي يعملها غالبا الميت نفسه قبل أن يموت. في ثالثة ما يعملها له إلا الآخرون، ومنها الإبن. قال أو ولد صالح، ماذا قال؟ شوف ما قال يتصدق عنه، لأنه مو كل الناس تستطيع التصدق، صحيح ولا لا؟ وما قال يبني له مسجدا، وما قال مثلا يصوم عنه، ما جاب عبادات صعبة، أتى بعبادة بسيطة جدا. قال أو ولد صالح يدعو له، يعني خفف عليك. ولذلك الدعاء للميت من أعظم العمل، وهو خصه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستطيعه كل الناس الأغنياء والفقراء. فالذي لا يستطيع أن يفي لوالديه في هذا الشيء البسيط، أين الوفاء؟ لا بد من الوفاء. فلا تنسوا والديكم. من الوفاء يا أخواني أن الوفاء لوطنك، لبلدك، هذه وطنك وهي دار سترك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. شوف شو أعوذ بالله عقوبة الذنب، لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني الإنسان يوم القيامة محتاج لله، فإذا كان الله لا يكلمه مصيبة. ثم قال الثاني ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاث أشياء أعوذ بالله كلها وبال يوم القيامة. فذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، يعني هو بايع الإمام على الدنيا، إن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإذا لم يعطيه ما يريد لم يفي له، خان العهد وبدأ يفعل المنكر ويفعل المشاكل في البلد. هذا الوفاء، أن تكون صادق مع ولي أمرك، لأن الوفاء لولي الأمر عبادة الإنسان يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني الوفاء بين الأزواج، بين الزوج وزوجته والزوجة وزوجها. يقول عليه الصلاة والسلام أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني الآن إنسان وفاؤه مع زوجته بأن يحميها ويحفظ حقها ويكرمها ويرد جميلها، كل إنسان للآخر على للطرف على الآخر جميل. المرأة ذي سترتك، صانت بيتك، ربت أولادك، حمتك في 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 عرضها وأكرمتك، وأنت كذلك فعلت معها النفقة والسهر. فكل إنسان يجب عليه أن يفي مع الآخر. الوفاء يا إخواني صفات الفضلاء. الوفاء يعني ترى أن الوفاء يفرج الكربات، والله من أعظم ما يفرج الكربات الوفاء. والدليل على ذلك شوفوا أصحاب الغار، ما الذي نفع أصحاب الغار؟ واحد منهم وفى بالأمانة، أليس كذلك؟ والآخر وفى مع والديه، والآخر وفى مع الله فلم يغدر وراقب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يعلم أن الإنسان كلما استطاع أن يحيي هذه القيمة في نفسه فإنه بإذن الله سيكسب الشيء الجميل. فأسأل الله سبحانه وتعالى يا إخواني أن يجعلنا من أهل الوفاء، وأن يجعلنا ممن وفوا فوفى الله معهم. الله عز وجل يقول في ختام كلامنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم ماذا قال؟ قال ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ترى هنا البيع مو أني أروح أنا أقتل نفسي، لا، إني أنا مثلا أموالي تكون لله، حياتي موقفة لله، صلاتي، نسكي، محياي، مماتي لله رب العالمين، هذا كله من الوفاء. أبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.